شفت فضيحة اللاعب المشهور اللي بيلعب في واحد من أكبر وأشهر أندية العالم؟ تعال أوريك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش معنى ان حد عمل فاحشة فده يديك الحق انك تنشر الفاحشة دي. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لو رأيت الفاحشة بأم عيني لسترتها بردائي فإن مذيع الفاحشة كفاعلها. اللي بينشر الفاحشة زيه بالظبط زي اللي عمل. لما توصلك فضيحة لحد خلي الفضيحة تقف عندك واوعاك تبقى سبب في ان الفضيحة دي تنتشر. ستر من صفات ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله حيي ستير. وفكك بقى من قصة اصل هما بيقولوا اصل سمعت اصل هما قالوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه. اسوأ حاجة واسوأ حجة بتاعت اصل سمعت اصل هما بيقولوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. كفاية أو يكفي من الذنوب إن هو كل حاجة يسمعها يرددها. استر على الناس وما تفضحش حد وخلي الخطيئة والذنب والفاحشة تيجي عندك وتقف عشان من ستر مسلما ستره الله. وعلى النقيض من سمع سمع الله به. يعني اللي هيفضح حد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيفضحه. السلام عليكم.